انت حاليا في طاقة عجلة الحظ، احتمال انه انت تكون حاسس نفسك يوم بتكون ناسي هذا الشخص ويوم بتكون متذكرة. يعني انت بين بتحس طاقتك طلعت ومبسوط وسعيد، وفجأة بتقعد بتركز في كل الاحداث وبتعيد كل الاحداث، بتكررها مثلا من حد ما بلشتوا في العلاقة لحد ما انتهت العلاقة. او اذا يعني طبعا البعض منكم اذا انتوا في انفصال، واذا انتوا مع بعض انت حاسس انه مشاعرك تجاه الشخص احيانا بتزيد اللهفة عليه، واحيانا بتقل مثلا تصرفاته او اي شيء بيخليها تقل، انه مثلا هو مهمل او متجاهلك اذا انتوا في العلاقة. اذا انتوا منفصلين فانت حاليا بتدير هاي العلاقة، وانت كمان مخليها تاركها لله، تاركها للحظ. واذا في نصيب انكم تلتقوا مثلا راح تلتقوا، واذا ما في نصيب يعني مؤمن بالقدر، واذا ما في نصيب انه ما تلتقوا ما راح تلتقوا. هيك انت انت شايف ان هذا الشخص هو الحب اللي انت بتتمناه، او الحب اللي انت كنت بتدور عليه من فترة طويلة، وانت حابب تستقر مع هذا الشخص، عندك حب له مش طبيعي. واحتمال انه انت دخلت بعلاقة جديد وكأنه الحظ لعب معك شوي، احتمال للبعض منكم. طبعا بعطي احتمالات يعني لانه اكتر من شخص بيشاهد القراءة. خلينا نشوف طاقته، هو زعلان جدا. انا مبين عندي طاقته هون كمان زعلان، هو زعلان وبعيد في حساباته. وهون برضو عندي طاقته انه هو بعيد في الحسابات كلها من ناحية العلاقة، وزعلان عليك جدا جدا، وحاسس نفسه انه خسرك خلص، يعني خسرك هو زعلان جدا جدا، زعلان عليك. هو في طاقة مش مبسوط نهائي، يعني هو في طاقة المحاسبة مع النفس وإدمان على شيء ما، عنده طاقة زعل، وهو عارف انه هو خسرك، هو عارف انه خلاص انت زي جاب اخرك، وهو زعلان كتير، وهو بيفكر في كل اشي صار انت قدمت له اياه، وهو كان متجاهله وكان مطنشه، كان لاحق شيء اخر او لاحق مثلا عمله، كان دائما انت مثلا تقدم هو يرفض او هو يتجاهل، لانه هو عارف انه انت متمسك فيه لاخر لحظة. هيك هو كان بيتجاهلك، وهو قادر يصالحك على فكرة الشخص هذا، بس الزعل مخليه انه ما ينتبه انه في طريقة ما يحل هاي المشكلة، ما عنده ادراك نهائيا. هو شخص لما يدخل مثلا موجة الزعل بضل فيها لفترة طويلة، وهو فعلا بضل فترة طويلة في الزعل، وبيحاول يطلع من الزعل بس هو مش قادر، واحتمال زعلان لان انت يمكن تركته فجأة. خلينا نشوف. لكن انت بتحبه، انت حاسس ان المصير هو مصير، انتوا مصيركم الاثنين تلتقوا مع بعض، وانت احتمال تكون حاسس انه هو يعني مش صدفة انت لقيته، انت لقيته لانه هو كملك، هو نصك الثاني، وانت حاسس انه هو نصك الثاني، ويمكن تكون انتوا توأم شعلة. طيب خلينا نشوف طاقته. حاليا هو في الناين اوف سورد، هو متكتف وهو مش عارف، زي ما حكيت لك بالاول بالطاقة تاعتك، هو مش عارف كيف يفك هالأزمة او كيف يلاقي حل لانفصاله عنك او لتباعده عنك، او انت اللي تباعدت عنه على فكرة، مش هو، انت اللي تباعدت عنه، انت عطيته كلمتين وحملت حالك، سكرت الباب، حطيت له بلوك، سكرت وراك وما اطلعت وراك، لان انت تقريبا هذا الشخص عذبك لدرجة كبيرة، لانه هو في تفكيره بيراجع بالذكريات، هو بحس انه عمل معك اكتر من موقف، يعني عدة مواقف خلتك تشعر بالخذلان من ناحيته، وانه هو ضيع فرص كتير من ناحيتك عفوا، انه انت اعطيته اكتر من فرصة، وهو كان يضيع هاي الفرص
يعني بالوقت، انه يخلي كل شيء للزمن، للوقت، للزمن، للوقت. فانت خلص زي فاضت فيك، وحابب ان وحبيت انه تفض هاي العلاقة كلياتها بمواجهة هذا الشخص. فهو على فكرة الشخص هذا عقله عنده في عقله صار ضغط في التفكير من ناحيتك انت، بيفكر في الكلام اللي صار، بيفكر في المبادرات اللي انت بادرتها والتجاهل اللي هو عمله. كل اشي بيعيد في العلاقة من اول ما بلشتوا مع بعض في العلاقة لحد ما انتهت العلاقة. يعني انا شايف البعض منكم وحتى الاغلبية انتوا ان في انفصال تام. خليني اشوف الهد، لان الشخص هذا عقله يكاد ان ينفجر من التفكير فيك، وانه هو متباعد. يمكن انت شايف انه هو متباعد، ومثلا انت مفكر انه هو ما بفكر فيك نهائيا، لكنه هو بفكر فيك اصلا. انت ما بفكر ولا في اي شيء اخر الا بفكر فيك انت في العلاقة وكيف اللي صار الانفصال وكل هذه الامور بفكر فيها. على فكرة انتو لازم يصير بينك تسامح، زي ما حكيت لك الشخص هذا بتمنى انه تسامحه، لانه هو حاليا ضميره معذبه، وكمان هو بفكر في كل اشي صار بيناتكو. ف يعني هم بيحكوا لك انه تسامح عندما تطلق سراحك وتصفه بالماضي، ستختبر المزيد من الحب في لحظتك السابقة. يعني هم بيحكوا لك انه انت لما تسامح هذا الشخص رح تعرف اذا هذا الشخص هو كان يحبك من اللحظات، انه تنسى الألم اللي وجه لك اياه هذا الشخص، وتتذكر في بعض اللحظات انه هذا الشخص في لحظات معينة هي بتثبت لك انه هذا الشخص كان يحبك، لكن هو شخص يمكن غير مدرك لأفعاله فقط. يعني هو مش مدرك انه مثلا اذا تجاهلك انت رح تروح وما ترجع، اذا مش مدرك اذا هو انشغل عنك وخلاك اخر اولوياته ان انت رح تحط اول اولوياتك انك تنسى هذا الشخص، وما كانش مدرك كل هذا اللي رح يصير. لهيك هو في حالة المحاسبة مع النفس، هو بحاسب نفسه، بأنب نفسه، بأنب ضميره. هيك هو في طاقة يعني تعبان، والشخص ده على فكرة مريض او تعبان نفسيا من الانفصال اللي صار. الشخص التعبان تعبان ومريض، واحتمال انه داخل بحالة نفسية مخليته هو تارك اعماله وتارك اشغاله، ومقيد بس بفكرة انه انت الشخص خسره، بالنسبة له انت شخص خسره يعني من الاخر. فهم بيحكوا لك هون لازم يصير تسامح في هاي العلاقة. التسامح بيخليك انه تنسى شو الشخص هذا عمل فيك، وتتذكر له الاشياء الحلوة اللي هو عملها. لما انت تتذكر الاشياء الحلوة اللي هو عملها اكيد راح تصفح عنه وتسامحه، وتدرك انه هذا الشخص كان يحبك، لكن افعاله كانت تثبت لك عكس ذلك. طيب هو كيف شايفك وليش شايفك بهاي الطريقة؟ هو شايفك صامت، وشايفك انك انت انفصلت عنه، لكن هو شايفك انه انت صرحت او وضحت له انه انت مثلا اذا ما تغيرت من اتجاهي راح انفصل عنك. انت صرحت له، انت اعطيته الكلام اللي كنت انت كبته جواك، فكيف حكيت له هذا الاشي وصمتت وانفصلت عنه نهائيا، التزمت بالصمت. وهو شايفك انه كمان انه انت عندك ايمان بربنا انه اذا هو كان خير لك رح يجي، واذا هو شر انه رح يبعدك، لانه شايف انه عندك الروحانيات عالية جدا، وانت انسان روحاني بدرجة عالية جدا، عندك الحاسة السادسة، كأنك انت حسيت على هذا الشخص انه مثلا بيتلاعب معك، فانت صرحت له انت كذا كذا كذا، فهو تفاجأ انه انت كيف صرحت له في هذا الاشي، او كيف عرفت في نقطة زي حصل كشف حقيقة. فهو شايف انه انت شخص
روحاني لدرجة عندك إحساس، يعني إحساس 100% إحساسك صادق، فهو شايف إنه أنت بتقدر تكشفه. لو أجا مثلاً تأسف لك، أنت راح تحكي له مثلاً الأسف، يعني اللي راح تتأسف لي إياه بعده أنت راح تكرر الغلط أكثر إذا سمحتك هلا. فأنت كأنه عندك إحساس إذا أنت سمحت هذا الشخص راح يتمادى أكثر معك، وراح يعني راح يعيد كل إشي عمله فيك دبل. فهو عارف إنه أنت واضح أو كاشفه، أنت كاشفه، أنت كاشف هذا الشخص، هو عارف، عشان هيك هو متخبي، وعشان هيك هو بيراجع بنفسه بالذكريات كلياتها. أنت شخص تكشف بالحاسة السادسة، بتكشف الأشخاص اللي أمامك، هيك هو شايفك إنه أنت صامت، وفجأة بتهب، وفجأة بتصمت، وفجأة بتقطع تحكي، وفجأة بتصمت، يعني هو شايفك إنه أنت مش متناقض، لا أنت زي ما تحس إن هذا الشخص بلش خطوة مش صح من ناحيتك، بتطلع بتصرح إن أنا بعرف إن أنت مثلا مش صحيح، أو أنت مش صريح، أو أنت مش واضح، أو أنت في حركة مثلا ندالة من وراك، أو حركة غير صحيحة من وراك. فهو شايفك إن أنت كاشف رائع، يعني أنت كاشفه، كاشف كل ألاعيبه، وكاشف كل خطواته، أو هو زهقك بنفس الحركات اللي بيعملها بيكررها معاك. فهو شايفك إن أنت صريح وهو غامض. أنت كنت بالوقت اللي كنت لازم تكون فيه غامض كنت صريح، وهو في الوقت الكامل لازم يكون فيه صريح هو الغامض، يعني عكسك كان. لكن شايفك بعض الغموض وبعض الوضوح، يعني واضح بعض الشيء وغامض بعض الشيء، وبتقدر تكشف الشخص اللي قدامك شو بده يعمل. طب هو كيف شايفك وكيف شايف شخصيتك؟ هو شايفك ان انت مستقر، مستقر ماديا او مستقر مع عائلتك. مش شرط انه نحكي مستقر ماديا، يعني انت مثلا ان شاء الله الله بيعطي الجميع بيكرم الجميع، لكن هو شايفك انه انت يعني لما نحكي هو شايفك مستقر ماديا، احتمال انه انت مثلا موفق بشغل معين، او اهلك مثلا ناس مرتاحين ماديا، وانت مثلا سعيد مع اسرتك من خلال انه متوفر لك كل احتياجاتك. احتمال انه انت شخص تشتغل في عمل موفر لك كل احتياجاتك الخاصه، فمش شرط ان تكون انت، يعني في ناس بيحكوا احنا لا نملك شيء، ترى انت بتملك راحه البال، او تملك اخوه يخافوا عليك، او اهلي يخافوا عليك. فهذا بشوفه هو الشخص هذا بشوفه انت تملك اشي فائق، يعني اشي اكتر من المال، لان كارت العشر نقود التنف بانتكال هو السعادة والراحة والرخاء، والسعادة بين الاهل والاسرة. ما تكون انت شخص متزوج وانفصل هذا الشخص عنك بسبب انه انت في زواج، او كشف او صرحت له انه انت مثلا ما بتقدر تستغني مثلا عن اسرتك، او عندك اطفال وانت منفصل. يمكن انت شخص على فكره في انفصال، طلاق او وفاه زوج او زوجه، وعندك اطفال وانت مستقر معهم، وانت وضحت له مثلا انت ما بتقدر تستغني عن اطفالك. فهو شايفك مستقر عائليا وماديا، واحتمال ان تكون انت مستقر مع عائلتك، ومثلا اهلك بيحبوك، امك بتحبك، اختك، اخوك، يعني هذه هو شايفها انه استقرار بالنسبة لك. هو شايفك انك انت شخص لما بعدت عنه استقريت، دورت على استقرارك بسرعة. هو كيف شايف شخصيتك؟ وشايفك طيب جدا، البيج اوبنتيكال، شايفك شخص صغير لكن عاقل وناضج، وشايفك انه انت زي ما حكيت لك انه انت روحاني جدا، انت عندك حس عالي في انك او احساس في الاشخاص اللي امامك انك تكشف نواياهم. وشايفك هيك، وشايفك كمان انه انت بتحب تركز على عملك اكتر ما تركز على العلاقة او العاطفة، او لو حتى هذا الشخص اذاك انت بتروح تتجه نحو انك تركز على عملك او على استقرارك المادي والاسري فقط.
يعني مش راح، يمكن انت بتضوج مره واحده ولكن تصمت مره واحده، وهو شافك انه انت شخصيه طيبه جدا، هادئه نوعا ما، وكمان شافك انه انت بتحب تقدم الخير لكل اللي حواليك. لكن اذا الشخص حاول يستغل الطيبه فيك او الخير اللي انت بتقدم له اياه، شفته استغلال، انت راح تقطع معاه فورا. انت بتقطع، انت بتحبش حد يستغلك حتى لو انت طيب. انت بتحس اذا الانسان اللي امامك بيستغلك او لا. هو شايفك هيك، انت شاطر جدا مع انك صغير في السن احتمال، بس انا مش شايف انه في، يعني لحظه اشوف فرق في العمر، يمكن في فروقات بينكم، احتمال يكون في فروقات عادات وتقاليد دينيه، بس مش عمر، ما اعتقدش عمر. اذا في بينكم بس سنين قليله، بس الشخص زعلان عليك جدا، حاسس نفسه انه خسره. يقول سبحان الله، خليني اشوف نعطيكم من نصيحه بالمنشق، شو خطوته، شو النوايا، شو خطوته. رح اعطيك كمان نصيحه من الكارت من الرومانس، المون، نشوف شو بحكوا لك هون. انا راح اعطيكم كمان كارت. طيب هون بقول لك لاحظ كيف يؤثر القمر على طاقتك ومظاهرك وتستفيد من هذه الدورات. يعني انت لما في طاقه، احتمال الشخص هذا بيأثر عليك على فكره، في طاقه انت بتجيك وبتأثر على نفسيتك، لان عشان هيك بحكي لك انه انت فجأة عندك تعلى النفسية وبتحس حالك انك كاره هذا الشخص وما بدك اياه، وفجأة انت بتحس نفسك انك بدك هذا الشخص. احتمال طاقة هذا الشخص تكون مأثرة عليك لدرجة انهم بيحكوا انه القمر هو مأثر على طاقتك، في دورة ما هي بتأثر على طاقتك وبتأثر على شكلك الخارجي. فأنا بحكي الأرجح احساسي ان الشخص هذا هو بيخليك تفكر فيه من كتر الطاقه اللي بيبعتها، طاقه الزعل وطاقه الندم. لهيك انت بتحس حالك انه فجاه مثلا انت مو طايق هذا الشخص وفجاه بتحبه هيك بدون اي مبررات او مقدمات. فانت لازم تعمل تسامح لحتى انت تعرف وضعك في العلاقه، هل بتحب هذا الشخص او لا. يعني لازم تعمل تقييم، اذا عملت تقييم لنفسك او مش عارفه، مش لنفسك، الى العلاقه، شفت السيئات تبعته وشفت الحسنات تبعته وقيمتهم بالضبط. اذا شفت في الحسنات في شغلات يمكن تثبت ان هذا الشخص بتحبك، انت اكيد رح تعرف هذا الشخص كيف كان يثبت مثلا الحب لك. هل كانت السيئات اكثر وكان مثلا مش بس تجاهل، كان استغلالي، كان مثلا علاقات متعدده، انت رح تعرف من هالعلاقة انت اللي كنت فيها. اكيد رح تقدر تقيم هل هذا الشخص كان يحبك وهو عن جد زعلان عليك، ولو هو شخص كان مثلا مستغلك فقط. وانا مش شايف انه استغلالي، لكن انا شايف انه عذبك نفسيا كتير لحد ما انت طفقت قلت له خلص انا مش لاعب، بديش الحب ولا بدي اي اشي. فانت بتقدر تراجع كل اشي صار بيناتكم وتقيم هل هذا الشخص هو بحبك فعلا او لا. عشان هيك بقولك تسامح، سامح وبلش قيم هل هذا الشخص هو بحبك او لا. فانت بتعرف هاي قصتك وانت قادره في المشكله اللي صارت بيناتكم، وانت بتعرف اذا هذا الشخص بحبك او كان هو مستغلك فقط. خليني اشوف ويدنج. المشكلة هي شكلها الموقف هذا ينطوي على الزواج، احتمال
انت تكون شخص متزوج او هو شخص متزوج، او انت صرحته اذا مثلا ما تزوجتني انا راح اقطع هاي العلاقة. ففي شخص منكم في زواج، او انتو كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض. طيب خلينا نشوف الشخص هذا شو نوايا وشو الخطوة اللي راح يقدمها ناحية التلفون. طيب الشخص هذا نوايا انه يصبر عليك ويظهر لك نفسه بشكل تاني غير اللي انت بتعرفه. احتمال يكون على فكرة في فرق بينكم في العمر بس مش كتير، وكمان احتمال يكون انتو من قرية من مدينة وهو من مدينة او قرية، احتمال انت قروي او هو قروي. وكمان هذا الشخص حابب انه يكابر وفرجيك انه هو شخص مثلا تقيل، وشخص مثلا انه شخص الكينج اوف وند، يعني شخص الايجو عنده عالي، او بفرجيك كبرياء او انه مثلا هو ما بيقدر ينحي امام هاي العلاقة. بل تكون انت مثلا رفضت تنفصل عن زواج سابق، او انت كنت تزوج منفصل عن زواج. فالشخص هذا بده يظهر لك، بده يظهر انه هو خلينا اشوفها اكثر، لان شايف انه بده يرفع الايجو عنده بس هذا نوعين، ويقعد يراقبك من بعيد ردات فعلك لما انت تشوفه مثلا هو مثلا منهز للعلاقة كلها، او انه ما عندوش مشاكل انه تتركه، فهو بده يشوف ردة فعلك ويتحركش فيك، يعني يتحركش فيك.